أتذكر في وزارة الموارد المائية وصلت لغاية وكيل إدارة، وصلت لغاية وكيل إدارة، يعني أخذت الفترات اللي هي مهندس مساعد كمدير أعمال ومدير أعمال، وطلعت في المناصب القيادية، وبعد كده اتجهت الاتجاه، مش اتجهت أنا لكن نفس الكنيسة طلبت إني أنا أكون خادم وواعظ ضد شديد. فأنا برحب بحبات الأنبياء وكيل وزارة الطريق الدكتور محمد، وبرحب أيضا ليش أرحب أنتم بترحبوا بي وأنا برحب فيكم عشان أحب بيت واحد. يعني بعز الشيخ محمد صالح